السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده طبعا طريقة قص وتركيب الصفائح الحجرية. ده مقص صاج عادي، طبعا بعد القص بيشتغل الريش ده بالصنفرة. طبعا قبل التركيب لازم نصنفر الجدار عشان يشتغل فيه الريش الرمل اللي فيه قبل التركيب. اما دي طريقة تركيب الغرة على الصفيحة نفسها مش على الجدار. اما بالنسبه للقفل الزاويه، الزاويه بتتقفل بنفس الطريقه. بعدين بيتحط لها تيب لمده يوم واحد بس، ويشتري التيب تاني يوم لان الغرة ما بتنشفش في نفس اليوم. لو في زيادة هنا بنقدر نصنفرها، لو في زيادة هنا بتصنفر عادي. بالصنفرة 80 أو 40 أو 60 وتصنفر الصنفرة بتساوي الجدار، بيكون بنفس الطريقة الزاوية بعد الفينش.